ناس بيفكروا كتير وبيعملوا كروكي وبيرسموا وبياخدوا فكرة وبيركبوها وبتأثروا بكذا موضوع ليعملوا عمل فني. أنا ممكن 10 أو 1% مرقت بهالتجربة اللي هي إنه دراسة العمل قبل بوقت اللي كانوا كلاسيكيين كتير يشتغلوا عليه. أنا لا بحب إني فوت على العمل بطريقة كتير مباشرة. ليه؟ لأنه بحب العمل الفني يكون انطباع مباشر للي أنا حسيت فيه بنفس اللحظة. عشان هيك العمل الفني أنا برأيي ما لازم يطول ليخلص، لازم يخلص لأنه هو إمباكت للحالة اللي أنت عشتها هلأ بنفس اللحظة. أنا العمل الفني عندي صورة فيها كتير من البسيكولوجي بحالة الفنان اللي كان عايشها وبالإمباكت تبع الموضوع اللي عم بيحكي عنه. يعني إذا كان هو عم بيحكي عن موضوع اللي عايشه هلأ تنقول اللبناني بهالوضع الصعب، العمل الفني بده يطلع دغري بشو حس الفنان وشو بده يعبر عنه. إذا أنا بعد بشتغل بالعمل لمدة 1 أو 2 شهور، الشعور اللي بلشت فيه العمل حيختلف كل مرة ويوصل لمحل مش حيعطي القيمة ذاتها اللي بيعطيها العمل. هلأ في كتير ناس بيقولوا العمل قد ايه بياخد وقت، قيمة العمل مش بالوقت، قيمة العمل بالنتيجة. انت فيك بالجامعة يكون طالب عم بيدرس كل السنة وبيسقط وبيفشل، وفي طالب بيدرس جمعة وبينجح. فالعلاقة دائما العلاقة بنتيجة العمل وبنجاح العمل. وامتى بينجح العمل؟ لما بيأثر على الجمهور اللي عم بيشوفه، على المتلقي، وخاصة على الناس اللي كتير بفوتوا على الجاليريات ومسقفين والكريتيك دار، بيأثر على المجتمع اللي منه كتير مسقف فنيا. مع الوقت بياخد وقت أكتر، بس تتأكد تماما ما في عمل فني ناجح إلا بيأثر على كل الناس.